عسلامة، شنو أحوالكم؟ لاباس. أول مرة نعمل البث على أمكان تي في. في الحقيقة الموضوع اليوم اللي باش نطرحوه هو موضوع الهوية التونسية. مع كريم. كريم اسمك كريم ما فهمت ما يقولوا زوز كريمات، فهمت؟ نعرفش الكلمات دي ما عاملين مشاكل. البث موجود، موجود اللايف، البث موجود. فوالا هاو فما زوز يشوفوا. هاني باش ناخذ لي غير نحطوا تسمع فيا انت بالطبيعه؟ طبعا انا نسمع فيك ونزيد نتاكد من اللي هما يسمعوا فيك مليح. خليني نزيد نحط الربط على المجموعات الاخرى. اوب حطوا يا كريم. اه من فضلك حطوا بمجموعه حوار ملحد ومؤمن، انت موجود فيها؟ ما نعرفهاش. حوار مؤمن وملحد انت موجود فيها؟ ياسر موجود فيهم، ما نعرفهمش انا، ما نمشي لهمش، عمري ما مشيت لهم. كان عندك الرابط، انت حط الرابط، فهمت؟ وقت تمشي على الواحد تلقى الرابط. هاو تحب نعطيك الرابط؟ نعطيك. اوكي ابعث الرابط. هاني باش نعطيك الرابط. هاو الرابط، حطه على المجموعه اللي تحب عليها. اوكي هاني حطيته انا على المجموعه اللي حاجتي بها. نزيد نحطه على مجموعه اخرى. اوكي اوكي سي بون. اوكي انا باش نحطه على المجموعه نتاع امكان تي في. باهي الصفحه اللي حطيتك فيها واللي باش تعد عليها المباشر والمجموعه اللي باش تعد عليها المباشر الرئيسيه هي معناتها صفحه حركه تغيير شمال افريقيا، فهمت؟ فرع تونس. اوكي ما نعرفش كان عندك فكره على الحركه ولا ما عندكش. لا لا ما عنديش حتى. باهي. اوكي 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 باهي شعلينا مش مشكله، احنا ماناش موضوعنا الحركه. انا باش نحديه على البروفيل بتاعي زاده باش تكون الامور واضحه. برافو على البروفيل بتاعك يعني. اي على البروفيل بتاعي، ونزيد نحطه على الصفحه بتاعي الخاصه. يعني عندك تقريبا 100,000 توا يشوفوا فيك، يعني يمكن يعني في حدود 100,000، فهمت؟ اوكي اوكي الموضوع نتاعنا اليوم باش نحكيو على الهويه التونسيه. في الحقيقه كان عندنا معناتها حوار في مجموعه توانسه متمردين حول مساله الهويه التونسيه. خليني نلخص معناتها الرأي التونسي بصفة عامة حول مسألة الهوية. البعض يعتبر اللي احنا التوانسة عرب، والبعض يقول لك لا احنا توانسة، والبعض يقول لك لا احنا أمازيغ، وفما شكون يقول لك احنا رومان، احنا غربيين جملة واحدة، يعني عندهم ولاء للغرب. هذه الاختلافات الموجودة من بين الشعب التونسي في هوية معناتها التوانسة، نجم نقولوا اللي أقرب شيء معناتها للحقيقة هي فكرة نحن توانسة وإلا نحن أمازيغ. وهذا الخلاف معناتها نجم نقولوا من بيناتني، من بيناتي أنا وكريم، هو يركز يقول لك لا ما نذكروش كلمة أمازيغ، نقولوا توانسة فقط. وانا رغم اني ما عندي حتى مشكله ان الانسان يقول معناتها انه تونسي، ما فما حتى مشكله، ولكن انا اركز على الامازيغيه لانها تحمل مفاهيم ومعايير خاصه بشمال افريقيا هي بصفه عامه وخاصه بتونس. اهلا وسهلا كريم. اهلا وسهلا، مساء الخير لكم. اهلا. حبيت معناتها نبداو بالسؤال الاول، يعني كيفاش انت تفهم الهوية التونسية؟ اوكي، الهوية التونسية بالنسبة لي أنا الأرض اللي أنا تولدت فيها واللي عشت فيها مثلا من صغري وكذا. أنا عشت كتونسي في بلاد تونسية، والأغلبية أنت تعرف 90% ما يعرفوا حد شيء على الهوية الأمازيغية في تونس. إذا أنت اليوم في 2017 ومر على الحضارة الأمازيغية، مر عليها آلاف السنين، وأنت جاي اليوم تحب ترجع الهوية الأمازيغية وإحنا أمازيغ، ويجيك واحد آخر كما حكيت أنت تقول أنا لا أنا قرطاجي نحب نرجع الهوية القرطاجينية، ويجيك العثماني ويقول لك لا أنا نحب نرجع الهوية العثمانية، ويجيك يعني باش يصير فيه تقسم في تونس.
الجنوبي يقول لك لا انا جنوبي، والشمالي يقول لك انا شمالي. احنا نسكن في 100 متر في تونس. يعني اذا انت اليوم بعد احنا ما تخلصناش من 1400 سنه من حضاره، يعني ما تعنينا. كيفاش احنا باش نجموا نرجعوا اليوم حضاره فاتت ال 1400 سنه؟ احنا لازم نعيشوا اليوم، انا تونسي انت تونسي، نعملوا المجهود كامل انه نمدوا يد المساعده كل انسان ومقدوره. يعني كيف ما نقول، يعني باش بلادنا تخرج من مش من الهويه، تخرج من الخندق اللي موجودين فيه. يعني احنا موجودين في ازمه اقتصاديه، ازمه ثقافيه. يعني انت اذا كان اليوم تجي تحب ترجع، لا انا نطالب بالهويه الامازيغيه يا اخي، يعني هذه لها الاف اسماء، يعني مشيت ما عادش ترجع. ثم اثنين حضارات دخلوهم حضارات اخرى ورجعوا مثل السابق، الصقليه دخلوها الاسلام ورجعوا الحضاره نتاعهم، والاندلس دخلوها الاسلام ورجعوا البقيه، تونس الجزائر ليبيا المغرب، عندنا 1400 سنه احنا مستعمرين. اوكي مستعمرين ثقافيا، ما عادش يعني مستعمرين، ما عادش حتى واحد كي تونس باش يجي واحد يقص لك رقم، لا. لكن الهويه هي كونيه نكون مواطن صالح، مش مواطن نقسم لا انا امازيغي والاخر يجي يقول لك لا انا عثماني. انت كيفاش تحب تفوزها؟ انت تخيل انت نعملوا استفتاء في تونس، استفتاء في تونس، انت مع الهويه الامازيغيه ولا ضد الهويه الامازيغيه؟ ويطلع 50% مع الهويه الامازيغيه و50% ضد الهويه الامازيغيه. شنو هو تعمل في الوقت هذا؟ تقسم تونس انت؟ باه واضحه وجهه النظر نتاعك. خليني نطرح بعض السؤالات اللي طارحينهم الاشخاص. جاوبني عليها يعني. لا لا هاني باش نجاوبك خاطر نشوف شويه بشويه كريم. انا الكلام نتاعك الكل سمعته، باش نجاوبك بالنقطه بالنقطه، فهمت؟ باهي نيدو نيدال تحياتي، اهلا وسهلا بك. نيدو نيدال مره اخرى. الامازيغ مشروع حضاري طمس من الحاكم. باهي السؤال الاخر، الاعلام العالمي ينص على حقوق الانسان لانها خصوصيه. ساره، الاعتراف بالهويه الامازيغيه ليس رجوع للماضي، الاعتراف بالهويه الامازيغيه هو القطع مع الهويه العربيه والاسلاميه والعقليه وكل الامراض اللي جلبوها العرب الهويه هي في الارض. هذا مش احنا مختلفين فيه، في هذا مش احنا مختلفين. باهي خلينا نكملوا. نيدو نيدال، التاريخ زور لنا، فهمت معناتها، وتم معناتها تحويله معناتها ومعناتها وتبديله. شعلينا نرجع للنقطه نتاعك. بالنسبه اللي قلت معناتها انت تعرف ان الاستعمار العربي لاسبانيا دام 600 سنه وهما رجعوا معناتها الهويه نتاعهم. هذه مسألة مهمة جدا. فما هناك في الطيار الأمازيغي هناك طيار ما يسمى بالطيار الذي يؤمن بالقومية. لازمنا نفرق من بين الوطنية ومن بين القومية. يعني الذي يؤمن بالقومية ما يسمى بالعرق، يعني احنا أمازيغ بالعرق. انا شخصيا فهمت، حتى حركة تغيير شمال افريقيا ضد فكرة، فهمت، ان شمال افريقيا أمازيغية بالعرق. لان كما قلت انت، يعني انا اتفق معك في كثير من الجوانب نتاع، يعني ان شمال افريقيا هي عمرها ما استعمرت اي شعب، وانما تم استعمارها من عده شعوب، من الرومان، من الفينيقيين، من الفندال، من العرب. ما فماش من الرومان، ما فماش حضاره او شعب الا واستعمرنا. لكن احنا الامازيغ على عبر التاريخ كارض، ليس هو في اصل فكره الامازيغ القول ان الامازيغ مع عرق واحد موش صحيح، لأن الأمازيغ هي أمة، هي عدة شعوب. احنا عندنا مثلا الريافة، وعندنا القبائل، وعندنا السويسة، وعندنا الجبالة، وعندنا الزوارة، وعندنا عدة أنواع، ومنهم أيضا أمازيغ تونس. أمازيغ تونس ينقسموا إلى ثلاثة أنواع من الأمازيغ، فما أمازيغ الجنوب، وفما أمازيغ الساحل اللي تم عندها القضاء عليهم من طرف ما يسمى الحضارة الفينيقية، والذي ما يسمى البونيقيين، الذي اندمجوا كليا مع الامازيغ وكونوا الحضاره القرطاجانيه، وفما الامازيغ الشاويه اللي هما في الشمال الغربي. انت تقول لي كان نعملوا استفتاء.
هذه ماهيش مسألة استفتاء، هذه حق، حق من حقوق أي أرض، فهمت؟ أن تنسب لمن عمرها أولا. لو نرجع للتاريخ نلقاه أن الأمازيغ هما السكان الأصليين لشمال أفريقيا، متفق معايا؟ تم استعمارهم يعني في هذه متفق. فوالا، يعني احنا كان باش نطرحوا، انا شخصيا كان باش نطرح فكره الامازيغيه على اساس انها عرق، تو مثلا عندما نقولوا الفرنسيس والطليان والاسبان نقولوا لاتا، وقت نقولوا الالمان وغيرهم نقولوا جيرمان، صحيح ولا؟ وقت نقولوا الاكراد نقولوا اكراد، وقت نقولوا الصينيين نقولوا صينيين، يعني كل معناتها العالم اجمع الارض نتاعو تنسب، صحيح هي تسمى فرنسا، لكن يقول لك احنا لاتا، الاصل نتاعنا لاتا، انا نقول تونسي امازيغي، انا مانيش ضد فكره انه تونس تبقى تونس. متفاهمين يا كريم؟ متفاهمين كحكايه تقول انا تونسي امازيغي حتى انا اقولها تونسي امازيغي؟ ماهوش عيب، ماهوش عيب، وما تنساش فخر، يعني مش فخر على خاطر، لكن المشكله في الفكره. اي فكره؟ اللي انا فهمتها منك كونك انت لما انت بتجيب تحكي معايا وتحط لي علم الامازيغ وراك. اي شبيه العلم الامازيغ؟ اسمعني خليني كمل كلامك. كمل كلامك ومن بعد نكلمك على علم الامازيغ. كمل. لا 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 لحظه، انا نكلم. انا لما انت تجي تحكي معايا تحط لي علم الامازيغ وراك، ولا مثلا برشا يعني عربك يعني مش الاستفزاز يحط لك علم اسرائيل ولا يحط علم فلسطين وما نعرفش، هذيك اكل انتماء اللي ما عنده معنى، اللي ما عنده وين يوصل، ما عندي به حتى علم. انا اليوم تونسي، انا اقول انا تونسي، ننتمي للفئه التونسيه، ننتمي للشعب التونسي. يشرفك العلامه التونسيه؟ اسمحني خليني كمل. كتونسي انا لا يلزمني نعمل الشيء السهل. شنو هو الشيء السهل؟ اني انا نمد يد المساعده كل الطرق باش بلادي تتحسن، مش نمشي نجيب تاريخ 2000 سنة فاتت ونحب نرجعه اليوم، نحب نقسم. انت قلت الامازيغ فيها ثلاثة فئات. اكثر الامازيغ اخذوا حقهم. اي الامازيغ نتاع الوسط يقول لك انا نحب حقي ونحب دولتي، وامازيغ الوسط يقول لك انا نحب حقي ونحب العلم نتاعي، وامازيغ الجنوب يقول لك نحب حقي ونحب كذا. يا اخي خلينا نعيشوا في الواقع، احنا كتوانسه، انت حسب رايك انت يعني بالحركه هذه باش ترجعوا الامازيغيه، صدقوني تعوموا في بحر من الاوهام. انتم ليس به، كمل كلامك وتكمل الكلام، قل لي كملت باش نجاوبك. اي يعني احنا انت علاش انا يعني ما عجبنيش الكلام نتاعك على الهويه والامازيغيه، لانه شيء يقسم احنا متقسمين، احنا بلاد قلت لك يعني نسكنوا في 100 متر في تونس، بلاد صغيره متقسمين، هذا يقول لك جنوبي وهذا شمالي وهذا وسطي وهذا ما نعرف شنو وهذا من قفصه وهذا من تالا. يا اخي اجا نخدموا على الوطن نتاعنا، نخدموا مهما كان العلم نتاعنا شنو هو، تونسي توا العلم هذاك يعني من اصول تركيه مش حتى تونسي. يعني اجا احنا نخدموا على بلادنا توا، مش تقول لي انا نجيب الامازيغ واسكير وما نعرف شنو فلان يجي يحكي لي على حنا بعل. يا اخي حضارات هذيك فاتت عليها من توا، يعني في ايطاليا ولا في فرنسا الطليان يجيب يقول لك لا احنا نرجعوا قانون جوليو سيزر، احنا رومانيين واحنا كذا، يعترفوا بتاريخهم يعترفوا بكذا، لكن يمشوا في طريق الحضاره، يعني يحاولوا يعملوا نمو لبلادهم، مش يجي يقول انا امازيغي وانا مطالب بالحريه الامازيغيه ونحط علم الامازيغ وعلم تونس فين تحطه. باهي كملت؟ كملت. باهي خلينا نرجع لبعض الاسئله في ظل العولمه علينا احياء الهويه الامازيغيه، الشعر، الرقص، الاثار، معناتها كل ما هو ما يسمى بفن. هذا كل شيء معترف به. خلينا نكمل، خليني نكمل الكلام معناتها باش نحكي. هذوما اللي يحكوا كي توا هما كلهم يا كريم عشوائي، كلهم ما تعرفوش كلمه بالامازيغيه. لا فما ندو تتكلم امازيغي، باهي شعلنا. اي تم يعني قليه. مش مشكل انا الان أنا يحكوا امازيغيه، انا عندي صاحبي يحكي امازيغيه بالصح، ولكن يعني ما جاش قال لي لا اليوم نحب نرجع امازيغيه، خليني امازيغ ونحب نحط كذا يعني خليني نكمل.
خليني نكمل بربي نقرا الاشخاص باش من بعد انا نجاوب. في تونس لا تستطيع ان تصبح رئيس دوله او تتزوج الا عندما تكون مسلم باللغه وتدريس باللغه العربيه، القانون، الثقافه، الاجتماع، عروبي، اسلامي، حتى باش تكون قاضي او طبيب. به الامازيغ انتزعت اراضيها من الاطلس يوم استرجع بالفعل النضال في اوروبا، كل منطقه وعالمها. به خليني نكمل. لو كانت العربية مجرد تسمية مش مشكل، لكن هذه المنظومة كاملة، كل المشاكل الاجتماعية والفكرية إلى آخرها كلها مستمدة من العرب. حتى في البرنامج التعليمي يقررون كان على عقبة وغيره من المجرمين والمحتلين لشمال أفريقيا. في فرنسا يقرروا التربية المسيحية واليهودية. يا أخي إن المغرب فوضت أراضي الأمازيغ الخليجيين وما استرجعت بالفعل الضغوطات على الحكومة. القضية الأمازيغية تشبه القضية الكردية. لا ما تشبهش القضية الكردية، لأنه ما دخل الأمازيغي القضية الأمازيغية، عندهم أرض وعندهم تاريخ. القضية الكردية وإحنا مثلاً في سوريا والعراق بعض المناطق ما دخلهمش، هم جايين من الفرس. يعني احنا امازيغ يعني موجودين كده، ان نحبوا معناتها نحكوا على التاريخ، يعني نحكوا عليه بالواقع يعني، لكن ما دخلش يدخلوا يعني امور كرديه وامور فلسطينيه وامور كذا، يعني ما دخل حتى شيء. الكرد يعني موجودين في سوريا قبل، ليه مش موجودين؟ الكرد موجودين في العراق، مش موجودين كان يعني الناس يعني مثل ما في اوروبا الكوسوفو اللي خذيت الاستقلال نتاعها يعني اخيرا يعني اخذوها، يعني هما يعني البان مسلمين من البانيا خذوا مشاو عاشوا في المنطقه هذه الفتره زمنيه وقت اللي صار فيها حرب في صربيا في يوغوسلافيا اكس يوغوسلافيا، صار فيها حرب وكذا، طلبوا بالاستقلال نتاعها. نفس الشيء قاعد يصير يعني بالنسبه للاكراد، يعني مع احترامي للاكراد، لكن يعني ما نجموش نقارنوا التاريخ الكردي بالتاريخ الامازيغي. التاريخ الامازيغي احنا مولودين، صح نقول احنا مولودين كامازيغ. انا ما نعرفش اصلي شنو بصراحه، يعني انا ممكن نكون تركي، ممكن نكون يهمناش احنا، اعطينا الارض يا كريم. صحيح بالضبط، هذا نحكي، خلينا نركز على الارض، خليني نكمل باش نجاوبك على خاطر الامازيغ اغلب يعني باش يقارنوا الاكراد بالامازيغ، لا مقارنة غير صحيحة، لأنه الأمازيغ لو يطالبوا ونكونوا نحكوا مثل العكراد، نحكوا بلغة يعني بلغتنا يعني بلغة الأمازيغية وقتها يعني. لكن احنا إذا توجد في تونس ما توجدش 1 ولا 2% يعرف كلمة ولا كلمة، لكن الدارجة نتاعنا سامحني كلها أمازيغية، سوى في التركيب النحوي، سوى في الكلمات. الدارجة يعني كلمة كيما المالطية، كيما المالطية، المالطية مثلا ما يقولوش هما عرب رغم اللي فيها أكثر من 60% كلمة عربية. إي لكن يعني هما مالطيين. إي لكن هما مالطيين جوستومون، لكن معناتها ما يقولوش عرب. إي ما يقولوش عرب. ما يقولوش عرب، فهمت؟ إي وأنا يعني أنا لما نحكي أنا في تونس نحكي كلمتين ولا ثلاثة يعني في لغة الدارجة بالأمازيغي، يعني مش كلمتين لما ثلاثة. يعني فما أمازيغي سامحني يا كريم عشوائي، سامحني خليني نتكلم. أنت متأكد أنت 1000% أنك أمازيغي؟ أنا مهمنيش أصلي أصلاً. أنا مهم، أنا يهمني أرضي. أرضي تونس أنا. أرضي تونس أمازيغية. يا أخي أنا أرضي تونس ما يهمنيش فيها أمازيغية فرنسية. لا. يهمني الأرض هذيك. سامحني. نحب الناس اللي يعيشوا في الأرض هذيك. نحبهم يعيشوا مترفين. نعرف احنا خلينا في الرفاهة ومانيش نحكيو في السياسة ومانيش نحكيو في الاقتصاد يا كريم، احنا مانيش نحكيو في السياسة ومانيش نحكيو في الاقتصاد. ما دخلناش في السياسة لأنه يعني بصراحة ما تشرفنيش السياسة. باهي شعلينا، خلينا في الهوية، في الهوية خلينا نكملوا. تقول لك نيدو ان الأمازيغ أغلبية في المغرب، يعني تتكلم اللغة الأمازيغية أغلبية في المغرب. سارة تقول لك ما يقريوش كان برامجنا فيها كان التربية الإسلامية. عبد اللي يقول لك يجب اعتراف من الدولة والدستور حقوق الأمازيغ في التدريس لغتهم وكل حقوقهم السياسية. كريم لما واحد يجيك يقول لك عمره أكثر من 18 سنة يقول لك احنا ما يقررنا كذا وكذا، يا أخي أنت اليوم عندك كل الوسائل، أنت باش تتعلم وباش تعرف
تاريخ بلادك. لا لازم الدولة تعترف زاد. تعرف روحك يعني. لازم الدولة. يعني ما تبديش تلعب لي يعني الدولة ضحية، احنا ما قررنا حتى شيء. لا يا سيدي، انت عندك كل الوسائل اليوم باش تعرف كل شيء. لكن سامحني، الدولة لازمها مثلا توا، خليني انا بعد باش نرجع لك على الكلام اللي قلته قبليك، خليني نكمل مع الضيوف اللي شاهدوا تقريبا 30 واحد يشاهد وفهمت ويتبعوا في المباشر. خلينا باش معناتها نعطيهم الكلمه حتى هما. معناتها نسالك السؤال هذا، يعني هل من حق معناتها من حق ان في الدول الشمال الافريقيه الامازيغيه، ان في تونس كما الان في الجزائر اعترفت باللغه الامازيغيه، ان نعترف واحنا في تونس اعترفنا باللغه التركيه تتقرأ وما اعترفناش بالامازيغيه؟ هل تشوف هذا كلام معقول؟ لا مش هذا كلام بالنسبه لي انا مش معقول. اوكي خلينا نكمل. تعرف علاش؟ لاني انا يعني انا يعني مع الاقليات، يعني مثلا احنا لو كنا في تونس يعني احنا ماناش اقليه راهو. لا مزيغ ما همش اقليه في تونس. لا بصراحه يعني اقليه يعني باللسان يعني. لسان اقليه ليس كريم. يا كريم يعني لو نحكوا بالعاطفه ويعني بحب الارض مثل ما تحكي انت، الكل نقول لك انا مزاج يعني. انا لو واحد اي شخص بصراحه انا نحكي لك، اي شخص يقول لي انت تونسي عربي نقول له لا انا تونسي امازيغي. اي هذاك ايش حابين، هذا ايش حابين. لكن المشكله والدارجه نتاعنا هي درجه امازيغيه كيما المالطيه هي لغه. كريم عايش كويس. اسمع يعني قصدي يعني لما نقول انا نفتخر انا اي صح انا امازيغي، مثلا تاريخ بلادي يعني تاريخ الارض من تولدت انا تاريخ امازيغي، لكن ما نجموش نرجعوا مانيش نرجعوا مش نرجعوا. انا تو نجاوبك على المساله هذه، كمل باش نكمل نقرا للناس من بعد نجاوبك على الاسئله نتاعك. فهمت؟ خلينا نكملوا كريم سامحني معناتها كان قطعتك. تو نرجعوا. قالك تحكي على ساره قالك تحكي على الوطن والمستقبل في ظل ثقافه اسلاميه، مش ممكن. الامازيغ اغلبيه في المغرب ما مفهومه، ما يقراوش كان معلش في تونس ما نقراوش التربيه، كان التربيه علاش نقراو كان التربيه الاسلاميه. يجب الاعتراف في الدوله والدستور بها قريناها نتاع العدلي. عمرك سمعت بتربيه مسيحيه في تونس ولا تربيه يهوديه؟ مش موجوده. انهم يطمسون تاريخ اكثر من 3000 سنه، هو اكثر من 3000 سنه ويدرسون تاريخ فهمت عنده 1400 سنه. واحد معناتها عزابي قال لك جاريف با افو سويفر سويي كلير. به المهم متفق معاهم انا في كلامهم، الكل متفق معاهم. به متفق انه المدارس والمعاهد والكليات التونسيه ما فيهاش اي ثقافه اخرى غير التربيه الاسلاميه والروايق الفارغ. متفق معاهم كل شيء، لكن احنا الان يعني لما واحد بيجي مثلا انا لما واحد بيجيني يقول لي يحكي لي يقول لي انا نحكي له على امازيغ يقول لي ليش شكون الامازيغ احنا مسلمين واحنا كذا. يقول له يا اخي امشي راجع التاريخ يعني ثبت روحك يعني ثبت كذا يعني. لكن هذا يعني الحقيقه ما تنفي يعني واقعنا، احنا واقعنا الان التوانسه. هذا اللي انا نحب ناكد عليه. باي بعد تونس شنو؟ احنا توانسه. بعد تونس شنو؟ توانسه شنو؟ يعني انا شفت مثلا برشا ناس يقول لك احنا توانسه وكذا وانتخابات وبعد شوي يقول لك لا انا ما نجمش انا في كذا انا في كذا. اذا كان انت تحب تغير الامور في البلاد يلزمك تكون مشارك في كل المجالات. انت تعاود ترجع لنا ثقافتك الالحاديه بثقافتك الاسلاميه. المهم الكلنا تجمعنا كلمه. شنو الكلمه؟ انا تونس. تونس ولكن الفضاء الواسع شنو؟ الحرية. لا الفضاء الواسع على الأرض. احنا وقت نقولوا فرنسي نقولوا لاتيني، وقت نقولوا تونسي شنو نقولوا؟ نقولوا أمازيغي. لا تقول شمال أفريقي يعني نجم نقول لك أنا شمال أفريقي. أي شمال أفريقي شنو؟ وقت نقولوا أوروبا مثلا جنوب أوروبا روما وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. كريم 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 انت يعني تعيش في اوروبا تعيش في هولندا بتعرف يعني. خليني نرجع لك للاسئله نتاعك سامحني نكمل كلمتين. سالا اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك تحياتي. معناتها تقريبا هذوك الاسئله اللي الواحد نمشي. وانت معناتها تستعار من هذا العالم فهمت؟ لا 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 لا
شفت انت شفت يعني لا مثل فيك مثل فيك لا 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 بالعكس انا مستعارش بالعكس يعني هذاك فخر يعني لكن انا اقول العالم هذاك لو احنا باش نعملوا عليه يعني بتصير قضيه احنا باش نقسم المجتمع التونسي لا ما نقسمش المجتمع التونسي هذا واحد كل شمال افريقيا يا كريم صدقني احنا نقسم المجتمع التونسي بطريقه يا كريم عايش خويا جاوبني قول لي يا هل ممكن يعني انه احنا نرجع بالعلم الامازيغي في تونس واحنا دوله امازيغيه نجموا نجموا لا 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 صدقني ما نجموش ابي خليني نجاوبك سامحني اعطيني انا خمسه طيب خليني كمل لك كلامي ساعه لحظه كمل الكلام بعد انا نحب نجاوبك على اللي قلته قبيليتا كذا يعني ايطاليا تعرف تاريخها هولندا تعرف تاريخها وفرنسا تعرف تاريخها اتحدوا يعني اتحدوا تحت لونيون اوروبيه يعني تحت الاتحاد الاوروبي اتحدوا باش يمولوا بلدانهم باش يكونوا يزدهروا اكثر يكونوا يعني ناس يقدروا يتعاملوا مع الولايات المتحده الامريكيه يقدروا يتعاملوا مع الصين يقدروا يتعاملوا مع كوريا الجنوبيه يعني ناس البلدان المصنعه احنا اذا كان احنا في تونس في الجزائر في المغرب مقسمين ونحكوا نفس اللغه انا لما يعرضني واحد جزائري بطريقه ما نفهم ربو ويعرضني واحد مغربي نفهمه وكذا لكن مشنا متفاهمين في الثقافه ومشنا متفاهمين في الوعي لكن متقاربين كمان حاولوا يعني نتحدوا مثلا نتحدوا على شيء يا اخي احنا نعملوا تمويل اقتصادي وازدهاري ترجع لي للاقتصاد خلينا من الاقتصاد وخلينا من الامور هذه خلينا نحكيوا في الهويه بيانش من هويه الهويه ما توكلكش حبز يا باش نكلمك هاني خليني انا يمشي يحكي لتونسي يقول له امازيغي يقول لك ايه يقول لك اعطيني خدمه يعني. انت يا امازيغي تقول اعطيني خدمه تعطيه خدمه انت باهي خليني نكمل لك خليني نجاوبك انا على الكلام اللي قلته قبيلك نذكر لك القصه الاولى اول حاجه انت ديما تقارن باوروبا اوروبا في 1500 وقت بدات اوروبا تخرج من عالم الظلمات الى عالم النور عملوا اجتماع في المانيا وقالوا كل شعب في أوروبا يجي للاجتماع هذا يعني أي شعب يعتبر روحه شعب مستقل فهمت يجي ويجيب العلم متاعه ويجي قد جاء من واحد وقتها في الاجتماع هذا جاءوا تقريبا أكثر من 400 ولا 300 يعني شعب على طريقة هذيك الشعوب طيب أنت مثلا تشوف هولندا كل منطقة عندها العلم متاعها فهمت صحيح فما علم هولندا للجميع ولكن كل منطقة عندها الخصوصيات متاعها عندها تدريس اللغة متاعها عندها احترام للقواعد متاعها للتقاليد متاعها للهوية متاحة لكل شيء إذا أنت وتتقارني بأوروبا أوروبا أول ما بدأت وهذا يرجع لسوسيولوجي دو ليستوار ما يسمى لا احكي لي على أوروبا اليوم خليني نكلم فيك لا احنا مازلنا ما وصلناش خليني نكمل لك يا كريم من بعد قص عليا أوكي يعني أوروبا أول ما بدأت هي اعترفت بتاريخها رجعوا ما يسمى نحاو الثقافة ما يسمى اللي كانت المسيحية جيجيو كريتيان وانطلقت نحو الجذور متاحة الأصلية والفلسفة اليونانية والرومانية وعليها بنات فهمت الحضارة متاحة في السوسيولوجي في علم الاجتماع متاع التاريخ وابن خلدون يذكرها يقول لك لا يمكن لشعب أن يتقدم مادام ما تكونش عنده هوية لا يمكن إنسان ينسب روحه لشعب آخر يمكن يتقدم هذه نحيها من بالك هي حتى أمريكا حتى مثلا الكيبيك ولا الكندا حتى السنغال يتكلموا فرنساوي ولكن عندهم الهوية متاعهم السنغالية اللي تمثل في العادات والتقاليد اللغة ليس أسمع أكثر دولة متقدمة خليني نكمل عندهم هوية ولا ما عندهمش هوية؟ عندهم هوية تابعة للوطن نتاعهم. هوية شنو يعني؟ أمريكا. هوية شنو هما أغلبيتهم إنجليزي وفرنسي؟ نعرف أما هما ما يعتبر ما يقولكش أنا إنجليزي. لا يقول لك أنا أمريكي. أنا أمريكي. هكا هو. أنا يعني نفس الشيء اللي نقول لا لا أول حاجة تقول لي مثلا أمريكا. أنا نفس الشيء اللي نقول فيه أنا أمريكي. سامحني امازيغي مولود بتونس انا امازيغي تونسي سمحني. انا تركي من اصول تركيه انا مولود بتونس انا تونسي انا روماني مولود بتونس انا تونسي ما خليتنيش نكمل قاعده تقص عليا في الكلام ما خليتنيش نكمل
اوكي لا انا مانيش نتكلم على امريكا، امريكا نعرف المصايب اللي وقعوا فيها، وانا امريكا صدقني ماهيش مثل بالنسبه لي للحضاره، هي تتبيع ماهيش مثل، وماهيش حضاره الانسانيه، وماهيش مثل، وافنت شعب وقتلت شعب، وما انا نتكلم فيك ما يسمى على العالم بالنسبه لي يعني مش ديمقراطيه، لانه اي دوله ديمقراطيه فيها حكم الاعدام بالنسبه لي مش دوله مثلا مثلا خلينا مش حكم الاعدام، فيها المصايب الزرقاء شعبها مش مثقف، يعني فما نخبه فما سياسه فما برنامج، النخبه هي اللي تحكم، ما نتكلموش عليها امريكا، انا نتكلم فيك على العالم القديم اللي هو عالم الحضارات اللي هو الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا، نظن هذا هو المنطقه نتاع العالم اللي قامت فيها الحضارات منذ اول التاريخ. خلينا انا حبيت نرجع لك المساله، احنا كشمال افريقيين عندنا كل المعطيات باش تكون عندنا هويه مستقله، كما الالمان عندهم الجيرمن، وكما الفرنسيس عندهم اللاتين، وكما فلان عنده كذا وعنده كذا، احنا شمال افريقيا ماناش ولاد حرام، وماناش هابطين من السماء، فهمت؟ وماناش فهمت متشردين، فهمت؟ لاحقني كلمه ولاد حرام، ماناش ولاد حرام، سامحني ماناش ولاد حرام. لا لا ايه لاحقني هذه كلمه يعني يعني واحد هو حتى في الاسلام، سامحني كريم، حتى في الاسلام من نسب نفسه لغير ابوه، فهمت؟ يعني معناتها كفر، جمله واحده كفر. يا كريم يا كريم، ولاد حرام يعني كلمه انا ما نتقبلهاش من اي حد يعني. اي شنو معناتها كلمه ولد حرام؟ يعني ما عندناش اصل، ما عندناش فصل يعني. لا عندي اصل، انا الاصل بتاعي يعني مثلا انا في تونس عشت شويه، ما عشتش برشا يعني. مولود في تونس، لكن انا لما واحد يسالني، رغم ان ما عنديش حتى الباسبور تونسي، ما عنديش انا، ولما واحد يسالني يقول لي شنو اصلك؟ قول له تونسي. فهمت؟ يعني حكايه ولد حرام يعني ما تعجبنيش، لانها كانه يعني حشاك وحش يسبح يعني متقحبه انت. اي نعم. لا مش هكاك يعني. هي مصطلح اسلامي، هي مصطلح اسلامي. اي بالضبط يعني. هي مصطلح اسلامي. خليني نكمل لك. انت تقول لي هذا العالم يفرقنا، هذا العالم عمره ما كان يفرقنا، اولا هذا من اجمل الاعلام اللي موجوده في العالم، لانه هو العالم الوحيد الذي يمثل الارض بصحرائه، تونس فيها الصحراء، الجزائر فيها الصحراء، المغرب فيها الصحراء، ليبيا فيها الصحراء، بجباله وبالبحر الابيض المتوسط. اما هذا الشعار اللي موجود في الوسط اللي هو الزاد الامازيغيه، هو يمثل الانسان الحر، هو الانسان اللي ما يهمناش فيه وجهه ابيض ولا اسود ولا شعره اسود ولا عينه ازرق، يعني يمثل الشعار ولونه احمر، يمثل الدم الامازيغي الذي سال عبر الاف السنين معناتها على الارض الشمال الافريقيه. الامازيغيه عمرها ما كانت عرق، لو ترجع للتاريخ المشكله يا كريم راهو انا كنت كيفك، فهمت؟ انا وقت خرجت من الاسلام صدقني كنت نحشم، فهمت؟ نقول انا عربي، فهمت؟ يعني نحس روحي كاني معناتها يتيم. وقت اطلعت على الثقافه الامازيغيه اللي تشوف الحضاره القفصيه، قفصيه اللي توا قفصه اللي عندها 12000 سنه، اللي كان عندهم البيت النوم، وكان عندهم التواليت، وكان عندهم السكاكن، وكان عندهم المغارف، اقدم انسان عاقل موجود في المغرب في شمال افريقيا، هذا معناتها اخر الاكتشافات الاخيره، عنده اكثر من 300000 سنه. اذا انت شوف شعوب ما عندهاش تاريخ كما تاريخنا، وتعتز وتفتخر باصولها، واحنا اللي اقدم مومياء موجوده في صحراء ليبيا. لو ترجع للرسومات، انا وتقريت التاريخ الامازيغي، اول من اخترع العجله، فهمت؟ اللي كانت تمشي في الصحراء، اللي من بعد استعملت عند الفراعنه، عند الفراعنه لجرب الاحصنه. يعني هما الامازيغ. لو نرجع انا لابن منظور، ابن منظور اللي هو معناتها امازيغي، وشنو قدم للغه العربيه. لو نرجع معناتها العظماء، سواء معناتها العسكريين او مثلا داهيه، شنو عملت وكيفاش معناتها قاومت وقت جاها الغزو الاسلامي، قالوا لها راهو جاي ينشروا لك الاسلام وراهو يدعوك الى رب رحيم، فهمت؟ قالت انا لا اعرف رب الا رب الارض، انا رب رحيم ولا رب بطيخ، هذا جاي باش يغزوني ويقول لي رب؟ صح. اذا احنا عندنا كل شيء من اول التاريخ، راهو كي تقول الانسان العاقل عنده اكثر من 300000 سنه، ما تعرفش شنو معناه. اللي كان تاريخ الانسان العاقل محدود في 150000 سنه ل 180000 سنه، اكتشاف اخير اكتشفوا، مازالوا يكتشفوا، المومياء اللي اكتشفوها في ليبيا اقدم من المومياء الفرعونيه ب 1000 سنه،
لو تشوف صدقني بعض المغارات والرسومات حتى تسريحة الشعر، لو تقرأ التاريخ الأمازيغي تقول ربك احنا عندنا الثقافة هذه. كل وقت هجموا المصريين على ليبيا على شمال افريقيا يذكر التاريخ، هذا معناته في التاريخ عندك اكثر من 3 سنين، قال لك دمروا 5 قلاع مدن كبيرة أمازيغية. هي قرطاج ما قامت الفينيقيين عملوا، ولكن اللي عملوه في قرطاج كان مش البونيقيين والأمازيغ ما نجموا يعملوا شيء. إذا أنا ما نعرفش علاش ننكر هذا التاريخ اللي تلقاه معناتها الفرنساوي عنده تاريخ معناتها أقل من تاريخنا فهمت ويفتخر به. نمشي لكل شعب هولندا، هولندا اللي ما عندها تاريخهم بيرات وعندهم جزر وعندهم مجرد أراضي مشوا بناوها حتى يقولوا معناتها الله خلق الكون ونحن خلقنا هولندا. يعني يعترفوا ويفتخروا بتاريخهم. علاش انا ما نفتخر، خليني نكمل كلمتين نعطيك الكلمه، علاش انا ما نفتخرش بحضارتي فهمت، مهما كان اصلي صيني عينيه مجبده يجي لتونس ولا يجي للجزائر ويندمج في الحضاره بتاعنا يقول لك شنو اللي يجمعنا احنا، يقول لك احنا يجمعنا فما قوله تقال تو سو كي مونج لو كوسكوس اي بورت لو برنوس سي ان امازيغ فهمت. يعني عندنا ماكلتنا تو يجيونا ربهم الخليجيين او الجزيره ويجي يصوروا في الكسكسي نتاعنا ويقولوا هذه ماكله عربيه. كي نمشي انا المعرض هوني في هولندا ولا في فرنسا ونلقاهم جايبين البرنوس نتاعنا واللباس نتاعنا ويقول لك هو عربي، احنا مانيش عرب. هذا اللي نقاش فيها ومعناتها متفقين فيها. اما مثلا اسمعني اسمعني خليني نكمل لك كلمه واحده يا كريم وخليك نعطيك الكلمه. انا بالنسبه لي تونسي هذاك اللي نقاش فيها فهمت متفقين فيها، اما الامازيغيه هي مشروع حضاري خاطر ما تنجمش تواجه قوميه الا بقوميه اخرى. ما تنجمش تقول تونسي وتسكت، على خاطر كي تقول تونسي وتسكت يقول لك انت عربي فهمت. لا وتنقول له انا امازيغي نسكر عليه الباب جمله واحده ما عادش تحكي معايا، انا امازيغي ربك فهمت، والعروبه ما عندي ما نعمل بها العروبه في جزيره العرب رغم احترامي للعرب فهمت. اذا هذه المساله اللي حبيت نقولها لك. تفضل كريم. عشوي انا يعني متفق يعني بصدق يعني وكل صراحه يعني يعجبني برشا، لانه يعني الانسان لازم يعبر يعني على فكره وعلى ثقافته وعلى كذا. يعني احنا امازيغ احنا كذا، هذا متفق فيه معك، متفق فيه معك. انا مشكلتي اللي كونه لو كل حد يصير يدافع على العالم نتاعو يعني في تونس بيصير فيها تقسم. مثلا تحكي على الرومان وتحكي على كذا، انا نعيش في بلاد الحضاره نتاعها يعني عطت يعني للعالم اصلا، يعني عطت كل الحضارات، الحضاره الرومانيه نعيش في ايطاليا يعطاو كل ما يقدم يعني لاي حضاره سواء من ديمقراطيه سواء من كذا وحتى من الدستور الان. الاختلاف رحمه راهو ماهوش نقمه راهو. انا ماذا بيا التقاليد التركيه مثلا والتقاليد العربيه والتقاليد موجوده في تونس، ولكن تحت رايه الهويه الاصليه للارض الام. لا احنا ما حشناش، احنا ما حسناش بالثقافه التركيه. لا عندنا حاجات مثلا الشاشيه نتاعنا هذيك تركيه يعني حاجات عاديه هذيك يعني استفساري تركي مثلا انت لو انت تقبل مثلا تقبل لي الثقافه التركيه على الشاشيه وروايه كذا، انا مثلا بالتاكيد انت ترفضها زاده. لا ما تقلقنيش ثقافة الخازوق يعني بتاع لا الخازوق خليه عندهم يهزوه عندهم. أنا ما عندي حتى مشكلة ناخذ أي شيء من عند شعب آخر معناتها يكون ملائم للثقافة بتاعي والحضارة الإنسانية، على خاطر الإنسانية هي المسألة الأساسية لا نقاش فيها. أنا شنو الإشكال اللي بيني يعني إشكال يعني فكري يعني مش مشكل يعني بيني وبينك يعني، لكن اختلاف الآراء يعني. شيء رحمة اختلاف الآراء لازمنا نختلف. يعني اختلاف الاراء ديما نقول ثروه انسانيه. شيء طبيعي ثروه انسانيه، شيء هذه سبب نورمال، اي انسان عنده الحق يتكلم. انا الاختلاف نتاعي شنو هو؟ انا نقول لا معناتها احنا في تونس نعيش في تونس، احنا ثم برشا عندنا شباب يعني ناس يعني يموتوا في البحر يعني. يموتوا في البحر باش يخرجوا وكذا يعني وحارقين وكذا، علاش احنا
يعود باش نحن اي عندي الحق وعندك الحق. مش بلادنا خير من اوروبا كان تولي كي اوروبا؟ متفق معايا ولا كيفاش؟ لو تونس تولي معناتها بالقوانين المتطوره الانسانيه مش تولي خير من اوروبا؟ اي اكيد بدها 10000 مره. عندنا تاريخ، عندنا تاريخ يعني في الامور هذه، عندنا كل شيء. احنا 10 ملايين نعيشوا بحد شيء، احنا نقعد قاعدين هكا نتفرجوا يجونا كان تورست. عندنا 1200 كيلومتر بحر نحلوا عليهم دي كازينو، نحلوا عليهم دي زوتيل يا سيدي الاوروبيين. يا كريم هذه يعني انت اذا تدخل في امور اقتصاديه وسياسيه ما نحبش ندخل، ما نحبش نحكوا فيها يعني، ما نحبش هذا، كان نخليه موضوع اخر يمكن مره اخرى. لا حتى يعني بصراحه توسخ حتى الفكره يعني اللي نحكوا فيها احنا. لانه يعني ذكم ناس يعني يجيبهم ما يعني ما على بالهمش بينا، ولا على بالهم بينا ولا على بالهم يعني بالشباب اللي ما عنده خدمه واللي ما عنده حد شيء. انا شنو قصدي، انا قصدي انا نحب نحكي على امازيغ. اي اوكي نحكي عليهم امازيغ، انا نحكي ونتعدى. تعرف بالنسبه لي انا، تعرف في المؤتمر بتاع الحركه شنو قلت لهم؟ الامازيغيه هي امر مسلم فيه، حاجه مسلم فيها، ما تحكيش فيها معايا، مانيش باش نناقشها معاك. انا الامازيغيه، الامازيغيه كانسان حر، كانسان انساني، كانسان كامل على ارضه، فهمت؟ وملك ارض نتاعو، نحكم بلادنا احنا، كل العالم يحكم فينا واحنا، فهمت؟ ما عندنا حد شيء، فهمت؟ ما عندنا حد شيء، شو اسمك، راهو شيء يكسر الكرايم، فهمت؟ يعني المسألة الأمازيغية هي مسألة، أنا بالنسبة لي صدقني بعد يعني تفكير وبعد دراسة وكل شيء، من نهارة اللي تبنيتها حسيت روحي ما نعرفش، حسيت اللي أنا تونسي حسيت. أنا ما عمري ما حسيت أني مش تونسي، أنا دائما حسيت. لا أما تونسي وحدها، تعرف التقسيم الجغرافي وكذا، فهمت؟ لا من غير تقسيم جغرافي، تونسي تجمعني من الشمال للجنوب. اي نعرف تونس شمال كبير، ولا اخر مترو في تونس تجمعني بهم يعني ما فيش يعني هذا جنوب وهذا شمال وهذا وسط يعني عادي حتى فرق. انا كل شمال افريقيا بالنسبه لي يعني كتير. كان حشاك الغبي يعني يحكي بالامور هذه، يعني انا من الجنوب وانا من الشمال وانا من العاصمه وانا ما نعرف شنو يعني. انت يعني قلت لي البارح يعني من باب العسل، يعني من باب العسل تولدت في تعرف باب العسل وباب العلوج اي نعرف يا اخي انا من غادي حمادي بقره نعرف شو ربيت غاديك. المهم يعني والدربه تعرف يعني هيك المنطقه ذاك بتاع بل يعني ما عادش موجود يعني. قديش عمرك بربي كريم حد نعرف؟ قديش عمرك سامحني؟ 38 قلت لك. 38 هي ما ماكش كبير علي ياسر، مانيش كبير عليك ياسر، زايد عليك 12 سنه باين في العمر يعني. احنا فهمت لو ترجع مع يعني في سنة غربه يعني، علاش البارح انا قلت لك يعني انا من صغري في الغربه، من صغري رجعت لتونس مده معينه بعد رجعت عام 98 وعاود خرجت يعني 10 سنين في تونس قعدت تكاو، فهمت؟ يعني تربيتي كل يعني مش لاني انا متغرب، انا ما نحبش بلادي. ما هو ما يقولوا اللي متغرب ما يفهمش بلاده وما يعرفش بلاده وما عندوش الحق يتكلم. صحيح. لا 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 العكس، هذاك العكس. مش احنا عندنا نظره خير على تونس ولا؟ بالعكس الساعه اللي متغربين قلوبهم محروقه اكثر على تونس اكثر، ممكن ما نقولش مع الأغلبية لكن من أكثر من برشا يعني اللي يعيشوا بتونس. بالعكس التونسي المتغرب قلبه محروق أكثر يعني. يا بالعكس يا ربي، أنا لما واحد يحكي على تونسي يعني نشوف واحد ميبون حشاك يعني فجر نفسه في 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 بلاصة. اسمع فيا كريم، نسمع فيك انفجر. يقولوا التونسي، نقول لهم لا مش نحن التونس، مش نادوكم التونس، احنا التوانسة ناس طيبين، ناس نحبوا نعيشوا ونخلوا الناس تعيش، ما نحبوش يعني الامور الفارغه دي، ما دخلنا بهم حتى شيء. الامور هذه يعني الامور الدينيه يعني تخلينا عليها من فتره يعني، وبرشا توانسه يعني حتى اللي يقول لك انا لا اشهد ان لا اله الا الله ما نعرف شنو، لكن في قلبه بالاخر يعني يعرف ان اللي هو يعني غلط يعني في بعض الافكار ما يتقبلهاش من الامور الدينيه وكذا يعني. لكن كتونسي احنا توانسه ديما كنا شعب يعني حباب يعني نحبوا الناس يعني ما عندناش يعني كره. معليش احنا الناس يعني مسالمين، الامازيغ من الاصل نتاعهم ناس مسالمين، خلاهم عمرهم ما غزاوا العالم. هو اكوش الاله نتاع الامازيغ يقول لهم انا لا اطلب من بابل او مصر ان يعبدوني، ولكن ارفض
لما ملكه الامازيغ دي هي نفسه يعني جبت رساله من عند الله يعني هات او برمش يرجع على برمش يرجع على روحك ها والدين اللي تحبوه يجيب هات وبرمش يرجع على روحك. بالضبط. المهم نظن احنا تو عملنا قرابه معناتها ساعه يمكن من عرش قديش. المهم هذه معناتها النقطة المهمة معناتها الواحد أنا بالنسبة لي يقول تونسي أشرف بكثير من يقول عربي، فهمت؟ يعني هذه مثلا هذه ما مش مختلف فيها معاك يعني. فوالا فهمت. بالنسبة خلينا نقرا شنو قالوا ناصر عسلامة أهلا بكم. لازم الحكي رمج في الثقافة الإسلامية وطمس الهوية الأمازيغية يريدون أن يطمسون، يعني لازم إعادة إحياء فهمت الثقافة الأمازيغية. عزابي قالك تتكلم ياسر وما تقول شيء، ما نعرفش لا انا ولا ليك انت، المهم للزوز. واحد قال لك اوفغ لي فرونتيير انتر لي بيي، حلوا الحدود، الحدود حتى الساعه الحكام ياخذون شرعيه من الاسلام معناتها وغرب المشروع الحضاري الامازيغي نيدو. تمام انه غني في الاختلاف والاعلام طبعا. شابو 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 لكم. المهم شكرا لكم. تحبش تقول كلمه اخيره قبل ما نقطع البث؟ المهم شكرا على البارتيسيباسيون تاعكم، يعني حضروا في الحقيقه ياسر في المقابله. هناك فرق بين الهويه والجنسيه، طبعا هناك فرق بين الهويه والجنسيه، الجنسيه معناتها تنجم نقولوا محدوده في الوطن، اما الهويه هي اكبر من الوطن لانها تجمع معناتها هي الهويه راهي امه، وتنقولوا الامازيغ نقولوا امه. انا عشت في المغرب 5 سنين وعشت في الجزائر ونعرف ليبيا، ومعناتها صدقني عمري لو قعدت عندي اختلاف لا مع المغاربه لا مع الجزائريه لا مع التوانسه لا مع فهمت، هي مساله كلها عقليه. احنا الحكومات اللي عندنا هي اللي بنتنا العقليه هذه، وحبوا يعربونا بالقوه وحبوا يردونا عرب. احنا نصور وردونا الدجاج فهمت، مربينا مع الدجاج وردونا نكرك مع الدجاج ونقاقي قا 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 قا. واحنا النجم نطيروا. واحنا سامحني لحظه انت شفت لك الكلمه دي انا متفق فيها معاك، واللي يحب يفهم الكلمه دي اللي تقول فيه انت يعني يكفي انه يقرا التاريخ. يقرا التاريخ بالفعل، يقرا التاريخ يعني ما يجيش يقول لي لا احنا يقروا فينا في المدرسه ويقروا فينا في المعاهد ويقروا فينا في الكليات، يعني لا يا اخي انت عندك كل الوسائل الان باش تعرف تاريخ وتعرف كذا. المهم انه احنا ما نفرقوش بعضنا كتوانسه. لا يعني هذاك اللي نقاش فيه نقول انا يعني اللي تجمعنا مثل ما انت يعني هولندا يعني فيها 20,000 مع هوية لا العالم بتاع هولندا في حتى هنا انا في ايطاليا الجنوبيين يكرهوا الشماليين وكذا، يعني في الاخير تجمعهم علم ايطاليا. الفرنسيين نفس الشيء يعني عندهم يعني انقسامات يعني لغوية وثقافية. المشكلة في الوعي يا كريم، لو كان نعاول العالم هذا ماهوش عار فهمت؟ لا 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 اي شوف اي 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 تاريخ لاي شعب عمره ما كان عار. فوالا احنا ننكروا وصولنا، راهو فما راهو فما توانسه نحكي معاهم فهمت؟ يقول لي الامازيغ كانوا في الجبال وكانوا عرايا عرايا وجاو العرب علمونا الحضاره ربهم، فين علمونا الحضاره ديال ربهم؟ فين علمونا الحضاره؟ علمونا كل الفساد والخمش. لا لا هذاك يتكلم يعني يتكلم بعض ديني و لا والله ماهوش ديني، عروبي وملحد زاد فهمت؟ لا. عروبي ملحد فهمت؟ القوميه العربيه. المهم اعطينا كلمتك الاخيره يا اخويا. انا يعني اليوم حكينا هكا، المره الجايه نحكوا اكثر يعني يكون بث مباشر على شفت يعني بعث لك الرابط طلعت محظور يعني. مش مشكل لكن بعد 15 يوم ديما يعني بيرجعوني يعني. مش مشكل وبيكون البث على الفيسبوك يعني احسن. اي حتى هذا على الفيسبوك راهو والناس الكل تسمع فيك راهو معناتها اي لكن انا محظور ما نجمش يعني نشاف. انت تو ما تنجمش تشوف ولا حسب غير ما تنجمش تشوف. اما هاني انا قريت لك كل شيء راني حتى اللي سبونا قريت لك كان فما سب عادي فهمت من فما حتى شيء انا مع السبان يعني انا ما عندي حتى مشكل اللي يحب يسب تفضل لي. لكن نعتبره حريه تعبير. ما انا ما نفضلوش الحقيقه اما ما نفضلوش لكن عادي يعني النورمال عادي. لا عادي نسمعوا عادي شنو فيه ما هو الكلام. كلمتك الاخيره قول لنا كلمتك الاخيره. تونس امازيغيه ام لا؟ شنو تونس امازيغيه ام لا؟ تونس تاريخها امازيغي لكن الان يعني احنا كل بس احنا ما عادش امازيغ تو تبدلنا.
اي الوقت يعني انت لازم تمشي مع الوقت يا ولدي. احنا ماكلتنا امازيغيه ولا لباسنا امازيغي ولا عقليتنا امازيغيه ولا التسامح نتاعنا الحب نتاعنا ما عندنا حد شيء بالامازيغي ما عندنا حد شيء؟ ليش عندنا احنا لبستنا امازيغيه كلها امازيغيه امشي شوف ما تخزرش تونس العاصمه والساحل لو شم نتاعنا وشم تاع امي وامك وغيرها يا كريم يا ولدي مو برقيب الله يهلكوا مو برقيب الله يهلكوا ما عادش جاي نحس فساني وجاب لنا الحجاب الاسلامي يعني دير مش واحد يسب خلينا يعني. يعني احنا عندنا 50 سنه مسخونه 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 نحونا اصولنا ردونا بلاش اصول. المهم كلمتك الاخيره تونس امازيغيه ولا تتشرف بالعالم هذا ولا ما تتشرفش؟ انا اتشرف بالامازيغيه لكن انا تونسي يعني تونسي امازيغي انا تونسي امازيغي اوكي. المهم شكرا لكم وشكرا على الحضور وشكرا كريم على قبول الدعوه فهمت رغم الاختلافات والواحد لكن ما فما حتى مشكل اختلاف امتي رحمه كما يقول مومو عرفت مومو ولا ما عرفتوش كون مومو يعني اختلاف الاراء ثروه انسانيه بالنسبه لي مومو مومو محمد محمد قال اختلاف امتي رحمه المهم شكرا لكم جميعا ومع فيديو قادم وبسلامه وبعد اذنك هذا باش نحطه على القناه نتاع الحركه وباش نوزعه على اوسع نطاق باش الناس معناتها اللي يحب يتكلم اللي يحب يقول رايه اللي عنده فكره مهما كانت في اي مجال سواء في مساله الهويه سواء في مساله اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه مرحبا به ومع فيديو قادم وبسلامه وازول ولن نزول بسلامه باي 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 باي